السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن ستريس اناليسيس في بريدم انفنتور. انا عندي البارت ده وعايز اعرف تاثير القوه عليه، هتخليه يتحرك ازاي، هتخليه يحصل له ديفورميشن ازاي، هتخليه يتشوه باني شكل، هل هيتكسر ولو اتكسر هيتكسر فين، بيوريني شكل الحركه خلال فيلم فيديو انيميشن. انا جوه الشكل اختار انفايرمنت ستريس اناليسيس. اول حاجه اختار كريت سيميليشن، واختار ان انا سنجل بوينت وستاتيك اناليسيس. لو اخترت بارامتريك دايمنشن هتكلم عنها واحنا بنخش جوه بارامتريك دايمنشن، بس ده بعد ما نعمل اول سيميليشن لينا ونشوف النتائج اللي طلعت من الحاجات ديت. لو مؤقتا هنقول سنجل بوينت. لو قلنا موديل اناليسيس ده اللي بيتكلم عن الفريكوانسي والناتشرال فريكوانسي والريزونانس والحاجات اللي هي متعلقه بالاهتزازات الميكانيكيه. موديل ستيت لو انت عامل الشكل اكتر من ديبث، يعني ديزاين فيو بوزيشنال ليفل اوف ديتيل، اللي هي حاجات بتاعت لو انت مثلا عامل اسامبلي او حاجه زي كده، فدي منها ممكن تشيل بارتس معينه تقدر تساعدك في الديزاين بشكل احسن. يعني نقول سيميوليشن تايب، نقول ستاتيك اناليسيس، واقول اوكي. اول حاجه عندي ان انا لازم احدد له الماتيريال بتاعت الماده عشان يعرف اشتغل عليه الماتيريال. اقول له اساين ماتيريال. انا هو عارف ان الماتيريال بتاعتي كاست ايرون. لو انا عايز اغير الكاست ايرون، عايز اعمل اوفررايد للماتيريال الموجوده، ان انا اغير الماتيريال يشتغل على ماتيريال جديده، اقول اوفررايد ماتيريال. لكن لو انا عايزه يشتغل يفضل شغال على الكاست ايرون هقول اوكي. ممكن هنا اقول مثلا هشتغل على كاست ستيل واقول اوكي. انا عايز اعرف بس القيم اللي بتعبر عن الكاست ستيل، هقول مانج وستايل اديتور، وانا جوه الماتيريال هقول كاست ستيل واغير، اعرف بس ان انا شغال على المتريك ستاندرد. وبص هنا على ليل سترينث هلاقيه 250 الف ميجا باسكال، ده اليلد سترينث بتاعه. هنا بقيه القيم انت ممكن تخليها في بالك. يعني هقول دون وارجع على ستريس اناليسيس. بعد كده هثبت الشكل، اختار طرق تثبيت للشكل اللي هيتم عليه عمليه سيميليشن. هقول فيكسد لو انا مثلا عايز اثبته من وجه او من حافه. لو انا مثلا عايزه يتثبت من الوجه ده كده معناته ان هو خلاص من الوجه ده بقى ثابت. لو انا كمان اثبته من الوجه ده كده من الوجهين بقى ثابت، كانه في اي كان الشكل اللي هو هيتركب عليه، واقول له اوكي. لو انا عايزه يبقى فريكشنلس، يعني شوف الصوره اللي طلعناها دلوقتي ان الشكل مش بينفصل عن السطح اللي هو شغال عليه. لو انا عايزه يتركب كانه يتركب على صاموله، لو انا مثلا اخترت اللي هي شغل البن، هتلاقيه بيختار لي اسطح اسطوانيه بس، لان هو بيعتبر ان هو كانه متركب على سطح دائري، كانك حطيت ماسوره هنا وثبته من التوب ده. كونتاكت لو احنا عندنا اكتر من شكل موجود، بس احنا عشان شغالين على شكل على بارت واحد فمش هتلاقي عندنا كونتاكت موجوده. المش فيو اللي هي متعلقه اكتر بالستريس اناليسيس بالفاينايت اليمنت، كده كده انت مش لازم تختارها لان هي هتشتغل معاك لما تقول سيميوليت، هو بيكون المش فيو سواء اظهرها او ما اظهرهاش، مش هتبقى فارقه معاك قوي الا قدام شويه لما نحتاج ان احنا نخلي تركيز السيميوليشن في مكان ما معين او نعلي دقه السيميوليشن. بعد كده هنقول لود. هختار ان انا هحط لود على الوجه ده يكون عمودي عليه، الدايركشن بتاعه وليكن في اتجاه الحافه ديت. ممكن اغير الدايركشن، اغير اتجاه الدايركشن واقول له هنا مثلا عايزه يبقى 1000 نيوتن. ممكن اضيف معادلات هنا، يعني ممكن اقول له لو مثلا عندي واحد وزنه 80 كيلو وهيقعد على الجسم ده، ممكن اقول له 80 في 9.81 82 ويحسبها على طول، ما تربطش نفسك بحاجه. يعني ممكن الغي كده واقول امسح دي مؤقتا، واقول انا عايزه في اتجاه الاف اكس ماينس 1000 نيوتن، وفي اتجاه الاف زد بمثلا ماينس 500،
لما ادوس تاب او اتحرك على اي نوع تاني، بص في الماجنتيود هتلاقي حسب لك قيمه المحصله بتاعت القوه في اتجاه الاف اكس وفي اتجاه الاف زد زي ما احنا شايفين، وحدد اتجاهها كمان. لو خلينا دي 1000 ماينس 1000 دوس تاب هتلاقي كانه عامل 45 درجه يعني على السطح، كان هنا في محور في هنا 45 و45 تمام، وحسب لي هنا الماجنتيود بتاعهم هما الاثنين. ولو قسمت على ساين 45 هتلاقي ان الرقم ده هو اللي هيطلع معاك. على اي حال مش هختار الفيكتور دلوقتي، هقول ان هي بس مجرد 1000 نيوتن زي ما احنا شغالين. هقول اوكي بس، هقول سيميوليشن، اقول بس سيميوليت، استنى عليه اقول ران. لو هيطلع عندي رسائل خطا هتظهر عندي هنا بس كده، ظهر عندي الشكل متثبت من الاسفل والقوه عملت فيه التاثير ده. لكن خد بالك بقى من حاجه اللي هي بقيه الاختيارات اللي عندنا هنا. هنا اختار ان ديفورمد، يعني مش هيوريني الشكل من غير ما يحصل فيه الاختلاف اللي حصل بسبب القوه اللي نزلت عليه ده. لو ان ديفورمد اكشن هيوريني الشكل الجسم بالقوة اللي وقعت عليه وغيرت فيه، هو كده واضح ان الجسم ما اتغيرش فيه حاجة يعني. انما ممكن اضاعف التأثير ده بحيث ان انا اتخيل اكتر شكل الجسم، لو مثلا على المدى البعيد لو في فتيج او حاجة زي كده ممكن ابتدي اتخيل شكل الجسم ان انا بغير من هنا لحد 5. خلينا في الخمسة ديت وعايز اعمل ايه؟ انيميت ستيبس، معناها ان انا مثلا عايز من اول الشكل الاساسي لحد ما اتحرك لحد ما اتغير وحصل له ديفورميشن ده، اعملها لي على 10 خطوات. يعني هيقسم الحركة بتاعت الجسم 10 صور ويظهر لي العشر صور ديت بسبيد لو انا عايزه يبقى بطيء جدا او سريع جدا. خليها في النورمال واقول بلاي يوريني الشكل. لو انا مثلا غيرت الستبس ديت خليتها 20 اقول بلاي بيديني صور اكتر عن حركة الجسم والفورسز دي نازلة عليه. من هنا ممكن اسجل طبعا واعمل اللي انا عايزه في الفيديو كاني مسجل برزنتيشن او مسجل درايف كونستريم. اقول اوكي هرجع اخليها اكشن. بروب هنا ان انا ممكن اختار اي نقطة على الجسم ويظهر لي الفورسز طبعا لعلاقات فون ميسيز هتبقى كام. يعني مثلا نختار النقطة ديت واسحب ده اسكيب واسحب ده شوية هنا، ظهر لي ان النقطة ديت الفورسز اللي عليها 10.4 ميجا باسكال. ممكن اقول بروب تاني عندي مثلا النقطة اللي هنا ديت، هنا عندي 8.7. طيب جميل جدا. لو انا مش عايز البروبس دي تظهر عندي، مش عايز الليبلز او الحاجات دي تظهر، ممكن اخفيها من هنا، ممكن اخفي اتجاه القوه اللي عندي من هنا او زيرو تاني على حسب ما انا عايز. واضح؟ هدوس بس اف 7. طيب دلوقتي عندنا بقيه الشيدنج والحاجات ديت عايزين نفهمها. لو تبص عندك هنا ظهر تايب فون ميسز ستريسز يونت ميجا باسكال بطريقه فون ميسز حسب الستريسز اللي بتنزل على الجسم، واظهرها لك هنا علشان اقصى حاجه عندي اكبر حاجه عندي 14.64، ده معناته ان الشكل مش هيتكسر. هنا ظهر اكبر قيمه للفون ميسز ان الشكل مش هيتكسر، لان احنا قلنا ان هو 250 الف ميجا باسكال. هجيب البروب ده مثلا اجيبه هنا، هي دي اقصى قيمه عندي 1385 اللي هي هنا تقريبا. طيب حلو قوي، عايز اعدل في الشيدنج ده، هختار من هنا مثلا اقول له كونتور شيدنج بحيث ان هو يخلي لي الاشكال او المناطق
محددة بدل ما هي سموث، بدل ما هي يعني مناطق، نعم بقت مناطق محددة جدا. فلما اجي مثلا اجي اختار بروبت، اختار هنا طلع لي على طول ال شيرنج اللي عندي. عايز اتحكم بقى في الشيرنج ده نفسه من هنا، اتحكم في عدد المناطق المضللة اللي يعني اللي فيها تعبير عن الفورسز اللي نزلت هنا، ممكن من هنا ازودهم او اقللهم على حسب ما انا عايز. بعد كده ممكن اتفرج ابص على بقيه الفورسز اللي نازله على الجسم والديسبيسمنت وكل السيميوليشن اللي حصل من جوه ريزلت. الريزلت ديت جواها ان انا ابص على الوان بيسز او الفيرست برنسبل ثيرد ديسبيسمنت اللي حصل في الجسم. هنا اقصى حاجه عندي كانت 7 من 1000 في الملي سيفتي فاكتور والستريسز الاكس اكس والاكس واي، كل الحاجات دي بتهمنا لو انت عايز تنقل الاستريس في اي حاجه ديسبيسمنت والسترين. تمام، عايز بقى اخد كل الحاجات ديت وانزلها في ريبورت كامل يطلع لي كل العلاقات اللي حصلت جوه الجسم بعد ما اتعمل عليه سيميليشن. هقول هنا ريبورت، اتاكد بس الفورمات بتاعه يا اما يكون اتش تي ام ال او ار تي اف على حسب ما انت عايز، خلي اتش تي ام ال. هنا السيميليشن ممكن تنزل الحاجات اللي انت مش عايز تنزلها او تضيفها، يعني مثلا ممكن تلغي الماتيريال او تخليه كل الحاجات اللي نازله فيه. ممكن تلغي مثلا تقول مش عايز انزل السترين، براحتك تمام. ممكن تضيف اللوجو بتاع الشركه بتاعتك من هنا، هو باي ديفولت هينزل لي اللوجو بتاع اوتوديسك. الباث ان انا ممكن اختار له وهقول له نزله لي اقول اوكي واسيبه يقعد ياخد صوره من كل الستريس اناليسيس اللي حصلت اوتوماتيك. هو هيفتح لي الريبورت عشان ابص عليه. تمام قوي. من هنا انت ممكن تحدد الحجم بتاع الصوره بتاعك، ممكن تخليه 1280 مثلا اكبر حاجه، تلاقي عندك كل الصور وكل ال تمام. بعد كده اقول فينش ستريس اناليسيس لو عايز ارجع للموديل بتاعي الاساسي. هعمل ستريس اناليسيس تاني، هقول ستريس اناليسيس، هعمل كريت سيميوليشن جديد وليكن اسمه 2. المره دي بقى هختار ان هو يبقى بارامتريك دايمنشن وهقول اوكي. اساين ماتيريال هتبقى كاست ايرون زي ما احنا، الفيكسد هخليه مثلا فيكسد من هنا اقول اوكي. الفورسز اللي هتنزل عليه خلينا اختار المره دي بريشر، اختار فيس، اختار بريشر خليها مثلا 550 اقول اوكي. محتاج بس اثبته كمان من هنا، خلينا نجرب نعمل بن اقول اوكي. بارامتريك دايمنشن بقى لما بختارها اختار ايه هي العوامل او البارامترز اللي موجوده داخل الجسم اللي انا عايز اتحكم فيها علشان اوصل لاحسن نتيجه على الجسم. بمعنى اختار من هنا جوه سيميوليشن، اختار الجسم نفسه اسمه ابر كيس، اقول شو بارامترز اللي هي البارامتر الموجود على الجسم. اقول له مثلا انا عايز اتحكم في قيمه، طبعا يوزر بارامترز دي انا بارامتر نزلتها من عندي، انا سميت بارامتر ونزلته من خلال البارامتر اللي احنا عارفينها. لو قلت هنا موديل بارامتر ديت، ده البارامتر اللي انا نزلته بنفسي هنا من يوزر بارامتر. اقول
اقول شو بارامترز واقول له عايزك تتحكم لي في القطر ده 68 ديت، اخده معايا تمام، وهقول اوكي يظهر هنا معايا. هكتب له مثلا 68 حتى 80 بخطوة 5، ده معناته ان هو ايه من 68 لحد 80 هيخلق قيم 5 قيم. شفت current view ديت، دي القيم اللي هو بيعملها. انا مش هحتاج القيمة ديت، ممكن اقول لها remove parameters. لو عايز اعمل بارامتر تاني اقول show parameters وهاخد مثلا قيمة ال هاخد القيمة دي معايا، اقول اوكي. ممكن حتى احدد له قيم محددة، ان انا بختار بالسيمي كولوم اللي هي ان انا مثلا انزل له 28 او 29 او 30، هيجرب التلات قيم دول، اقول له انتر تمام. هقول سيميوليت واقول له رن. طيب في مرة جرب لي الشكل وهو الاكستروجن عامل 28، في مرة تانية هجربه والاكستروجن عامل 29، شفت القيم اتغيرت ازاي؟ انا بقيت اغير في الجسم بالقيم اللي انا عايزها، بالقيم اللي انا عايزها، وبقى يحسب لي سيميوليشن على القيم اللي اتغيرت. انا غيرت القيمه بتاعت الاكستروجين تاني.